لكن خلينا نروح لشوية أخبار قبل ما نروح لفاصل ونستقبل كابتننا الكابتن عمرو الحديدي. نبدأ معاكم بأول الأخبار. رئيس الفيفا يشيد بالمشاركة الفعالة للكابتن الخطيب في تطوير الكرة الأفريقية، وده شيء كبير طبعا وشيء أكيد لازم نهتم بيه. كنا رئيسنا رئيس النادي الأهلي وأحد نجوم مصر النادي الأهلي والحاصل على لقب أفضل لاعب في أفريقيا، رئيس الفيفا يتكلم عليه أنه هو سبب في تطوير الكرة الأفريقية، فأكيد ده فخر وشرف كبير جدا. جاني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي أعرب عن تقديره الخالص للكابتن محمود الخطيب في دوره في تطوير الكرة الأفريقية من خلال اجتماع العمل الأول بشأن تنظيم المسابقات في أفريقيا في إطار الشراكة بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والفيفا، واللي جرى يوم 11 سبتمبر الجاري بمقر الكاف. وقال إنفانتينو في خطاب تسلمه رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب انه كابتن خطيب تسلم الخطاب شخصيا ونيابة عن الاتحاد الدولي، بشكر الكابتن محمود الخطيب على حماسه ورغبته في خدمة كرة القدم في القارة الأفريقية بأفكار وخبرات كبيرة، هو ما تم تناوله في الاجتماع المشار إليه الذي ركز في نفس الوقت على العديد من الملفات الرئيسية والعوائد من المسابقات والأحداث الرياضية وكذلك التحكيم الأفريقي ونظام تراخيص الأندية والسلامة والأمن التي سوف تساهم في تطوير الرياضة التي توجد في الشعوب. طيب الخبر الثاني، بنتكلم على أخبار أيضا مهمة. الأهلي يستعد لإصدار ألبوم رسمي يستعرض تاريخه وبطولاته، كالعادة الأهلي زي ما هو سباق في كل شيء سباق أيضا في الناحية التاريخية أو الناحية التاريخية اللي دايما بتكون موجودة فقط عند النادي الأهلي، تاريخ طويل جدا نتكلم في سنين وسنين النادي الأهلي، تاريخه العريقة بطولاته العريقة، مش بس ألبوم، ده محتاج ألبومات كتيرة جدا 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 علشان يستعرض كل تاريخه، لكن ده جزء من تاريخ النادي الأهلي. قال كابتن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي أعلن عن إصدار أول ألبوم رسمي خاص بالنادي يتضمن كل ما يتعلق بتاريخ النادي ورموزه ونجومه وبطولاته على مر العصور، والأهلي تعاقد مع شركة برو سيرف لإصدار الألبوم الذي يتضمن تعريف الأجيال الحالية بنجوم ورموز النادي عبر التاريخ بجانب توثيق النادي بصورة مميزة تليق باسمه ومكانة الأهلي الإقليمية والعالمية. إن شاء الله هيكون الحدث ده تقريبا يوم الأربع القادم في حفل كبير في النادي الأهلي في الجزيرة علشان يكون الاستعراض للألبوم التاريخي في وجود نجوم تاريخية مرت على عصور النادي الأهلي في مختلف المجالات. مروان محسن يجري أشعة للإطمئنان على إصابته. الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قال إن مروان محسن مهاجم الفريق توجه إلى القاهرة لإجراء أشعة على عظم الوجه للإطمئنان على حالته بعد تعرضه للإصابة خلال كرة مشتركة مع لاعب سموحة في المباراة اللي أقيمت مساء اليوم. وطبعا قلت لحضراتكم التشخيص مبدئيا إن هو شرخ في عظمة الأنف، وبالتالي إصابة مروان هتتحدد بعد ما يعمل الأشعة على خير علشان نشوف هل مروان هيقدر إن هو يشارك في مباراة أفريقيا ولا هيغيب بسبب الإصابة. مستر ريني فايلر يمنح لاعبي الاهلي راحه سلبيه غدا. الجهاز الفني اعلن منح راحه سلبيه للاعبي النادي الاهلي لمده يوم بعد طبعا العلقه اللي اخذوها بقى سفر سوبر دوري، فبالتالي اللعيبه محتاجه يوم تفصل فيه مع اسرها اللي طبعا الله يكون في عونهم، وبالتالي عشان يرجعوا بقى ان شاء الله يوم الاربع متحمسين ويستعدوا بكل قوه لمباراه السوبر أو مباراة افريقيا عفوا يوم السبت القادم. خلصنا مع حضراتكم كل الاخبار.